الإمام الحسين بهذه النهضة المباركة. نحن حجمنا القضية بدمعة، لكن لا أكثر من هذا الحديث. نحن لا بد وأن قضية الإمام الحسين نراها بأفكاره العظيمة، ومن جملة أفكاره الفساد الموجود الآن. هم نفس التاريخ عاد نفسه، الفساد الموجود في كل مكان. نحن نطالب من ثورة الحسين أن تتخذ عبرة، لأن ثورة الحسين ضد الفساد والمفسدين، وعليه أن يوعوا هؤلاء المفسدين والسياسيين حتى يكون البلد خالي من الفساد. ثورة الإمام الحسين ثورة نصرة المظلوم، الحسين جاء من أجل نصرة المظلوم، فعلى يعني هسه واقعنا يطلب أن ننصر المظلوم. إحنا شعب مظلوم، فعلى الناس البرلمانيين اللي بالدولة هم ينصرون هالمظلوم، هذا الشعب المظلوم، يطالبون بحقوق المظلوم. فالحسين إحنا ذا يدعون، هم بالحسين يدعون بالحسين، فالحسين جاء من أجل المظلوم، فهم ما جاءوا، إحنا انتخبناهم من أجل المظلوم. يعني إحنا شعب مظلومين، حتى ينصرونه، يعطون حق المظلوم الإنسان، الناس المظلومة، الناس الفقراء.